تارة تقول هل يجوز ذبح الخروف على روح الميت؟ أخت الفاضلة، نحن في زمن الأضاحي، والأفضل للإنسان إذا ذبح الأضحية أن يقول بسم الله اللهم منك ولك، اللهم عني وعن أهل بيتي الأحياء والأموات، هذا أفضل. بالنسبة للصدقة عن الميت مثلا، إذا ذبحت الذبيحة وترجين ثوابها للميت، هذا من جملة الصدقات، من جملة الصدقات. لكن الأفضل أخت الفاضلة ألا تفعلي هذا، وإنما تطعمين إطعام، تشتري اللحم وتطعمين وترجين ثوابه للميت، تشتري الرز وتطعمين ترجين ثواب الميت، تشترين مونة مثلا لعائلة وتقولين ثوابها لفلان في قلبك ونيتك، ما في بأس. وإشراك الميت في الأضحية طيب، ويصل الأجر والثواب له بإذن الله.